ريما فتاة تعيش في محافظة الكرك، حيث تفتقر الأسواق فيها إلى منتجات الحرف اليدوية. بدأت تيما باستخدام الخرز في صنع الزينة بعد تخرجها من الجامعة، واستثمرت مهاراتها في صنع الحقائب وبيعها. أنا تخرجت وخلصت وفش يعني وظائف وفش إشي، فإنه حلو الواحد يعني يشغل وقته بإشي مفيد. فعمري ما تخيلت إنه أنا إلي بالهاند ميد أبداً. حتى هي في قصة، يعني زمرد إلها قصة. تمام، أنا كنت عند تيتا، ف يعني من الملل اللي أنا فيه فبحكي لها إنه علميني علميني على الصوف، علميني على الأشياء هاي، يعني بحاول إني إيش يعني أعدي وقت. حاولت مرة مرتين ثلاث، ابدا يعني طفح الكل، ما قدرت اني اتعلم. بتصفح الانستغرام بشوف شناتي خرز، بتعجبني يعني فكرة انه كشنتة وهيك وإشي يعني ترندي وجديد، وبالذات انه انا بعاني مع الشناتي انه دائما بتوسخوا من الميك اب وهيك كونها بطانة، فشناتي الخرز يعني سهلة انها كأنه تمسحيها وتنظفيها وهيك، وعادة انها فكرة ايش ترندي. فبتذكر اني سألت الصبية الصفحة فكان السعر مبالغ فيه. من هون انا قررت انه طب ليش ما انا اعمل، ليش ما انا اجرب. ففعلا بلشت بشيء كثير بسيط، لدرجه انه يعني تيتا كان عندها مسابح، فانا فردت خرز المسابح وبلشت هيك اعمل رميات اشياء هيك شيء بسيط. انا من يعني من الصفر تقريبا، فعليا بلشت بمبلغ كثير كثير بسيط، اخذته من بابا واشتريت فيه اغراض الخرز وهيك، وعملت يعني شنطه خاصه فيي. واهلي يعني هم كانوا الداعمين، وبالذات انه ماما انه اعملي وافكار جديده. فبدايه انا كنت بعمل شناتي بس، بعد هيك تطور الموضوع عندي، صرت اعمل توزيعات خطوبه زواج ولاده تخرج، طبعا باشكال وانواع مختلفه بتناسب المناسبه. بعد هيك صرت اعمل هي صواني ديكور، طبعا مش بس انها خرز، فيها مرايه فيها قزاز وحسب. واخر إشي اللي عملتها يعني هي كانت صواني الدبل، مرايه وخرز، وبكون محفور عليها مثلا اسم العرسان وعباره هيك خاصه فيهم. بعد ان تخرجت لم تنتظر تيماء فرصه عمل، بل هي من اوجدتها، وذلك من خلال مشروعها الخاص، حيث استغلت مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتها وبيعها، وأصبح لهذه المنتجات عدداً كبيراً من الزبائن. هاي يعني جزء من الشغل اللي اشتغلته اللي يعني موجود عندي بالبيت وهيك، ولسه كان في موديلات كثيرة. فهون أنا كنت عامل هاي الشنطة اسمها ساندريلا، شنطة لحفلات وهيك، لون الزهر، وحتى هي لوجو زمرد. تمام، هذا طبعا انواع الخرز هون بتختلف، مثلا هذا بلاستيك عادي، هذا زجاجي، الزجاجي بيجي اثقل، يعني شوفي مثلا حتى الجزدان مع انه حجمه صغير وهيك احيانا بيجي اثقل من الشنطه العاديه. ليش؟ لانه بكون خرز زجاجي. عملت منه هذا الجزدان، وعملت الشنطه القلب هاي زي هيك، اشي سمبل وبسيط. هون في عندي انواع التوزيعات، هاي كانت توزيع التخرج لدكتور، عبارة هيك عن شكل دائري. هاي توزيعة بيبي، عرباية بتقدر انها مثلا نضيف لها اسم البيبي كديكور يعني ذكرى، او مثلا حلو وتغلفها. هون مثلا بعمل عادي حزام وهيك. وفي عندي هون كانت هاي صينية الدبل، بكون عليها عبارة بطبعها بالليزر، عبارة بتكون يعني للخطبة او للزواج، وبكون عليها مثلا اسم العرسان. وفي هون هاي حتى لسه الشنطة ما اعلنت عنها لصفحة زمرد وهيك، هاي بتناسب بنات الجامعة، هي عبارة نفس مبدأ الجزدان بس إنها هي شنطة. تمام، بتحط فيها بطاقاتها وفلوسها، وما في داعي إنها تشيل شنطة وهيك، دوب يعني الواحدة حاملة التلفون والكتب. ترجمت تيماء شغفها وحبها ومهاراتها إلى مشروع يحقق لها اكتفاء مادي ولو بسيط.